بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم عن الـ Drugs used in treatment of inflammatory bowel diseases اللي هم الـ Crohn's disease والـ Ulcerative colitis. طيب يبقى هنا لازم نعرف إيه هي المشكلة اللي بتحصل في الـ diseases دي وسببت هذه الـ diseases عشان نقدر نختار الـ Drugs اللي تقدر تعالجها. طيب عرفتوا في المحاضرات اللي فاتت ان الانفلاماتوري باول ديزيزز اللي هي الاي بي دي يعني بتبقى ديو تو ايه كورونيك انفلاميشن ناتج من ابنورمال اكزاجيريتد اميون ريسبونس. يبقى انا عندي هنا تو بارتس الانفلاميشن والاميون ريسبونس، فانا هتبقى دي البوينتس اللي انا هتناولها في التريتمنت. هدي دراجز تقلل الانفلاميشن لها انتي انفلاماتوري افكت، ودراجز بتعمل انهبيشن لهذا الابنورمال اميون ريسبونس، وكمان يا سلام لو لقيت دراج فيه الصفتين يعني لو انتي انفلاماتوري وانتي او اميون سبريسيف ايه افكت. في الحاله دي طبعا هيبقى ايه دراج مثالي. هنبدا نتكلم اللي هم عن الفارماكولوجي اوف سلفاسالازين والجلوكوكورتيكويدز والاميون سبريسيف ايجنتس والتيومر نيكروزيس فاكتور انتاجونيستس. هو البيولوجيكال ثيرابي زي الانفليكسيماب. اول دراج او اللاين اوف تريتمنت اللي هو سلفاسالازين، وده مكون من تو دراجز، الفايف امينو سلسليك اسيد او اللي برضو له اسم تاني اللي هو ميثالامين او اختصاره 5 اي اس اي او 5 اسا، والدراج التاني اللي هو سلفا بايريدين. التو دراجز دولت لينكد توجذر باللي هي النيتروجين ازو بوند. واحد بقى شاطر منكم يسأل، يكون مذاكر الفارما كويس ومذاكر المحاضرات اللي فاتت كويس، يسألني يقول لي سلسلك أسد ده بيفكرني بمين؟ بالأسبرين اللي هو واحد من النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراج. أقول لك أيوة، هو فعلا الفايف أمينو سلسلك أسد ده انتي انفلاماتوري دراج. تقول لي طيب احنا بقى أخدنا في المحاضرات اللي فاتت ان بي كده ان النون استرويد الانتي انفلاماتوري دراجز دي ممكن يبقى لها adverse effects على الجي اي تي وتعمل ulceration وممكن تأجريفيت الانفلاماتوري باول ديزيزز، فانت احنا ازاي هنستخدم بقى ال 5 امينو ساليسيليك اسيد ده في التريتمنت؟ اقول لك لا، ده مختلف، ده صحيح هو انتي انفلاماتوري وصحيح هو بيقلل البروستاجلاندينز، لكن له بروتكتيف افكت على الجي اي تي، هو ملهوش الادفيرس افكتس بتاعت النان استرويدال انتي انفلاماتوري، ولكن هو بالعكس ده له بروتكتيف افكت، بيمنع الانفلاميشن والالسرز من الايه من في الوول اوف ذا جي اي تي. بالعكس هو له ايه ميكانيزمات اخرى بتؤدي الى هذا ايه البروتكشن. يبقى هو مختلف وهو ده اللي بيستخدم في التريتمنت اوف ايه اوف انفلاماتوري باول ديزيز. فما فيش تعارض بين المعلومتين. السلفاسالازين مهم جدا اعرف ان هو بولي ابزوربد فروم انتستين، ده هيعرفني ان الماجوريتي اوف ذا دوز تيكن والباس ثرو ذا جي اي تي ان ابزوربد لحد ما توصل للديستال اليوم والكولون. هناك الكولونيك بكتيريا الفلورا عن طريق انزيم اسمه ازو ريدكتيز انزيم هتكسر الازو بوند اللي بتوين التو كومبوننتس اوف سلفاسالازين، وهتؤدي الى الريليز اوف ذا تو دراجز اللي هما سلفابيريدين والفايف امينو سلسليك اسيد او الميثالامين. السلفابيريدين ده هيبقى رابيدلي ابزوربد فروم كولون، فبالتالي هو ملهوش رول في التريتمنت بتاع الاي بي دي. طب مهمته ايه هنا؟ مهمته هنا انه منع الابزوربشن اوف الفايف امينو ساليك اسيد في حته تانية غير الكولون، علشان يتركز بقى في الكولون، واللي هو اصلا الفايف امينو ساليك اسيد بورلي ابزوربد من الكولون، فبالتالي هيتركز في المنطقه دي ويدي الانتي انفلاماتوري افكت بتاعه عن طريق الانتستينال ليومن. حتى اقوله ده الاكشن ده لوكال افكت لانه دايركتلي اكتنج على طول الوول اوف ده كله. ايه بقى الرول بتاع الفايف امينو ساليسيليك اسيد في الاي بي دي؟ زي ما احنا قلنا ان هو اكتف انتي انفلاماتوري دراج ثرو ايه؟ اول حاجه ان هو بيقلل البروستاجلاندين والليكوتراينز،
يعني مش بس البروستاجلاندين زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، لا ده كمان بيقلل الليكوتريينز، ففعلا هو جود اكتيف انتي انفلاماتوري دراج. تمام، بيقلل البروستاجلاندين والليكوتريينز. الحاجه الثانيه اللي انا قلت لكم عليها، ده بيحمي الول وده سايتو بروتكتيف. ازاي؟ عن طريق الانتي اوكسيدنت افكت بتاعه. زي ما انتم عارفين حاجه اسمها الفري راديكال، ان هم دولت عباره عن اتومز بيبقى فيها انبيرد الكترون، وده بيتفاعل مع الكونتنتس بتاعه الخلايا، مكونات الخليه، يعمل لها اوكسيديشن، والرياكشن ده مستمر وتشين لغايه ما حتى يوصل للدي ان ايه ويعمل ديستراكشن ودامج للخليه. هنا بيجي بقى الرول بتاع الفايف امينو وسلسلك اسيد، ويعمل ووش وسكافنجنج لهذه الفري راديكلز ويحمي الخلايا منها، فله سايتو بروتكتيف افكت. الحاجه الثالثه كمان، ان احنا قلنا طبعا ان هذا الديزيز بيكون ناتج من ايه، من انفلاميشن اللي ناتج من abnormal exaggerated immune response. هو بقى الفايف اسيد ده له ايه، اميونو سبريسيف اكشن، يعني بيعمل انهبيشن لهذا الايه الابنورمال اميون رياكشن. فبالتالي ديت كانت الميكانيزمات اللي الفايف اسا بيشتغل عليها دي، يعني ببساطة. وله ميكانيزمات طبعا تانية لسه كمان بيبحث فيها وفي هذا الديزيز، لكن دولت اللي ايه اللي نقدر نعرفهم كده ايه باختصار. بيستخدم في ايه سلفاسالازين؟ طبعا اهم حاجه في الانفلاماتوري باول ديزيز، ده كمان بيعمل بروتكشن اجينست تيومر في المنطقه دي. الحاجه الثانيه روماتويد ارثرايتس، وهنا الروماتويد ارثرايتس كمان بيبقى بقى السلفابيريدين بقى له افكت فيها، لان بيمتصوا في البلاد وهكذا، فله برضو ثيرابيوتيك افكت غير ان هو انتي بيوتيك على الايه الروماتويد ارترايتس. بالاضافه طبعا للنسبه الضئيله جدا من الفايف امينو ساليسيليك اسيد اللي ممكن تمتص في البلاد وبرده تعمل افكت على الروماتويد ارترايتس، ولكن اقل من السلفابيريدين. ما الجزء الفعال في التريتمنت اوف اي بي دي في السلفابيريدين هو الفايف امينو ساليسيليك اسيد، هنلاقي ان السلفابيريدين بقى اللي هو ملهوش رول في التريتمنت، لكن بيؤدي الى الماجوريتي of adverse effects من السلفاسالازين اللي هو السلفابيريدين، وده بالذات بيؤدي للالرجي، لان هو بيحتوي على الصلفة، والصلفة من المركبات المشهورة انها ممكن تؤدي الى الالرجي. الالرجي بقى بعدة انواع، سواء كانت immediate type من اول الارتكاري لغاية الانافلاكسيس، او ان هي ممكن تكون كمان هايبر سنسيتيفيتي اللي هو 3 اللي هو الديلي تايب اللي هو سيرم سيكنس، اللي هو بيبقى فيه بقى سكين راش وارترالجيا وفيفر وهكذا، يعني ايا كان نوع الالرجي، لكن هي محتمل حدوثها من الصلفة اللي موجودة في الصلفة بايريدين. دي من اشهر الايه الادفيرس افكتس للسالفا كومباوندز. ممكن بقى يحصل نوزيا وفومتنج وهيدك وفيفر. الادفيرس افكت برضو اللي هو الخطير اللي هو ممكن يحصل بون مارو ديبريشن، اللي هو يقلل ويعمل انهيبيشن للبرودكشن اوف مكونات الدم من خلايا، سواء كانت ار بي سيز وايت بي سيز، او اللي يقلل البليتلتس ايا كان وباي درجه، على حسب الجرعة. تمام، والبيشنت كمان ممكن يؤدي الى حاجة اسمها ميجالو بلاستيك انيميا، وده لانه بيعمل انهبيشن للابسوربشن اوف فوليك اسيد، واحنا عارفين ان ده بيؤدي الى ميجالو بلاستيك انيميا. فالادفيرس افكت ديت بتبقى دوز ريليتد، يعني هقلل الدوز هتقل، همنعه هتختفي خالص هذه الايه الادفيرس افكت. ملحوظة دي مهمة جدا، ان هم لما لقوا السلفابيريدين مش هيديني رول قوي في التريتمنت اوف اي بي دي، لان زي ما احنا قلنا ان هو رابيدلي ابزوربد وبيدخل السيستميك سيركيوليشن، بيعمل لي بقى كمان ادفيرس افكتس، وكمان الناس اللي هم الرجيك للسلفا مش هيقدروا ياخدوه. فبالتالي قالوا احنا هنعمل دراج تاني، هنستبدل فيه السلفابيريدين بمولوكيول تاني من الفايف امينو ساليسيليك اسيد، وعملوا ادراج اللي هو الاولسالازين، ده مكون من 2 مولكيولز من الفايف امينو ساليسيليك اسيد،
لينكد برضو توجيذر بالازوبوند، يعني هو برضو ازو كومباوند. هو برو دراج برضو بالظبط زي السلفاسلازين. ليه؟ لان هو بيباس ثرو الجي اي تي نوت ابزوربد لغايه ما يوصل عند اللي هو الديستال اليوم والكولون، تبدا الكولونيك بكتيريا تعمل كليفج للازوبوند عن طريق الازوداكتيز انزيم وتلايبريت الاكتيف مولكيولز اللي هم هنا بقى هيبقوا 2 اكتيف مولكيولز من الفايف امينو ساليسيليك اسيد. فاذا هو برو دراج لانه هو لازم يحصل له اكتيفيشن جوه الجسم عشان يشتغل كاكتيف دراج. الجروب الثانيه من الدراجز اللي هي الجلوكوكورتيكويدز الكورتيزونات، بناخد منها البيديسونايد والبرنيزون والميثايل برنيزيلون والهيدروكورتيزون. وزي ما احنا عارفين ان الجلوكوكورتيكويدز لها رابيد انتي انفلاماتوري افكت، فبالتالي هتفيد في التريتمنت اوف ذيس انفلاماتوري ديزيز، بالاضافه طبعا الاميونو سبريسيف افكت اللي هيقلل الابنورمال اميون ريسبونس في الاوتو اميون ديزيز عامه. كمان هنا لها اكشن مفيد ان هي بتزود الابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر من الانتستين، الصوديوم بياخد معاه ووتر فبتزود الابزوربشن اوف صوديوم اند ووتر من الانتستين، وده بيساعد في حالات الدايريه ان هو بيقلل من الدايريه نفسها وبيقلل من المشاكل اللي ممكن تحصل منها زي الدي هايدريشن. فبالتالي اليوزز بتاعتهم بيستخدموا في الريفراكتوري دايريه اللي هي ان ريسبونسيف تو اذر ايجنتس اللي هي مش مستجيبه للعلاج. بالنسبة للإنفلاماتوري باول ديس أوردرز عامة بتستخدم إمتى؟ بتستخدم في حالات السيفير، الحالات الإيه السيفير، ومش في أي وقت، بتستخدم في حالات الأكيوت أتاك أونلي في الأكيوت إبيزود، لأن إحنا عارفين إن الديزيز دي بتحصل في صورة أتاكس، وبالتالي أنا ببقى محتاجة أدي تريتمنت في الأتاك اللي هي بيبقى فيها سيمبتومز سيفير وواضحة، ببدأ أدي الكورتيزونات في حالات الاكيوت اتاك دي لغايه ما تبدا السيمتومز تقل، وفي الحاله دي ابدا ايه اقلل الجرعه بتاعه الكورتيزونات تابرنج ذا دوز لغايه ما ايه اوقفها تماما. ده ما بديهاش في الان بتوين ذا اتاكس. ان بتوين ذا اتاكس دي بيسموها ايه مينتيننس اوف ريميشن، يعني الريليف اوف ذا اتاك نفسه بيسموه ريميشن. طيب ان بتوين ذا اتاك بيسموه ايه مينتيننس اوف ريميشن. انا بستخدم الجلوكوكورتيكويدز في الأكيوت أتاك أونلي وليس إن بتوين ذا أتاك، يعني وليس إن مينتننس أوف ريميشن. ليه؟ لأن الأدفيرس بتاعتهم كتيرة، لستة طويلة من الأدفيرس إفكتس، جلوكوز انتوليرنس، هايبرتنشن، ستيفوروزيس، سولفات ووتر ريتنشن، مشاكل كتيرة، فأنا ما بستخدمهاش لفترات طويلة، فعشان كده بديها بس في سيفير كيسز وفي الأكيوت أتاك. طيب بديها إزاي؟ على حسب شدة الحالة، يعني لو الحالة بقى very severe بقى ومحطوه hospitalized وكده فبديها في صورة intravenous زي الهيدروكورتيزون، أو إن أنا ممكن أديها أورالي زي البريدنيزون، أو بقى بديها ريكتالي مثلا عن طريق الإنما وزي البيوديسونايد. ودي تعتبر الانما دي ان انا كاني بديها لوكالي لان المشكله بتاعه الديزيز فين في الكولون، فبالتالي انا لما بديها بالانما كاني اديتها لوكالي. طبعا مع الانما دي بيكون السيستميك افكت طبعا اقل، فبالتالي بتقل الادفيرس افكت لو اديتها عن طريق الانما. تريتمنت اللي هو الاميونو سبريسيف ايجنتس اللي منهم احنا لسه قايلين هم الكورتيزونات الهيدروكورتيزون والبرينيزون الاي تي اتش، او بقى السيتوتوكسيك دراجز بالذات الازاثيوبرين والسكس ميركابتوبيورين. السيتوتوكسيك دراجز دولت ممكن بديهم للبيشنتس بوث ان اندكشن اند مينتيننس، يعني في الاكيوت اتاك وان بتوين ذا اتاكس. لكن لمين؟ للبيشنت اللي هم لم يستجيبوا للعلاجات الاخرى، يعني اديتهم سلفاسلازين ما استجابوش ليه، اديتهم كورتيكوستيرويدز ما استجابوش ليها، يبقى في الحاله ديت او ان هم كمان مش متحملينهم عندهم مشاكل مع الادفيرس افكتس بتاعه الدراجز دي، في الحاله دي ببدا اديهم السيتو اي توكسيك دراجز في الاندكشن، وممكن برضو في المينتيننس طالما مش لاقي حل للتريتمنت غيرهم.
كمان في حالات البوست اوبراتيف بروفيلاكسيس ان كرونز ديزيز، يعني احنا عارفين انه ممكن بعالجه الكرونز ديزيز بسيرجيكال اوبريشن، لكن علشان امنع الريكارنس بعد الاوبريشن ممكن بدي سمول دوزز برضو من السيتوتوكسيك دراجز. نلاقي الازاثيبرين هو اكتر دراج بيبقى افكتيف في البوست اوبراتيف بروفيلاكسيس اوف كرونز ديزيز. التو تيرمز دول عشان لما نقراهم نبقى عارفين، لما اقول لك الدراج بيستخدم فور اندكشن اوف ريميشن، بمعنى ان انا بستخدمه في الاكيوت اتاك نفسها تو ريليف الاكتيف سيمتومز في الاكيوت اتاك. اما لما اقول لك الدراج يوزد في المينتنس اوف ريميشن، بمعنى ان انا بديه بعد الاتاك ما تخلص وتبقى ريليف، بديه تو بريفنت الريكرنس. نيجي بقى لاخر لاين من الميديكال تريتمنت للاي بي دي اللي هو البيولوجيكال ثيرابي. بيولوجيكال لانه ميد فروم السيلز اوف اورجانيزمز. هنا اللي بيستخدم الانفليكس ماب، وده تيومر نيكروزيس فاكتور الفا انتاجونست. التيومر نيكروزيس فاكتور الفا ده نوع من السيتوكاينز بيبقى له رول في الانفلاميشن الموجود في الاي بي دي، فبالتالي الانفليكس ماب ده مونوكلونال انتي بودي بيعمل تيومر نيكروزيس فاكتور الفا ريسبتور بلوكينج، فبالتالي بيدي بوتنت انتي انفلاماتوري افكت ويؤدي الى ابوبتوزيس اوف انفلاماتوري سيلز، يعني ابوبتوزيس بمعنى بروجرامد سيل ديث اوف انفلاماتوري سيلز. لكن الحقيقه له ادفيرس رياكشنز برضو، فعشان كده بنلاقي لما بيجي بيشنت اوف اي بي دي بنبدا نستخدم مع اول حاجه السلفاسلازين، ما اداش افكت بندي كورتيكوستيرويد، ما اداش افكت بندي سايتوتوكسيك دراجز، ما اداش افكت بنلجا اخر حاجه للانفليكسيماب، وده طبعا بندرجهم على حسب السيفيريتي بتاعه الادفيرس افكتس بتاعتهم. هنا هنلاقي الادفيرس افكت بتاعه الانفليكس ماب وبيتاخد انترافينوس انفيوجن، ف بيبقى بنخاف من الالرجي ليه، ممكن يؤدي مانيفيستشنز الالرجي بتاعته لجوينت بين وستيفنس وفيفر ومايالجيا وماليز، وممكن بقى يؤدي الى السيفير بقى فورم اللي هي الانافلاكتيك شوك. هنا عشان نأفويد المشاكل بتاعت الالرجي او نقللها بندي بري تريتمنت ويز هيدروكورتيزون انترافينس. كمان من الادفيرس افكت الثانيه للانفليكسماب ان هو طبعا لانه بيعمل ابتوزس للانفلاماتوري سيلز، فبيخلي قدره الجسم تو فايت انفكشن بتقل، فبيبريدسبوز لي ريكارنت ريسبيراتوري انفكشن بالذات التي بي.